منافسات الشوط الحادي عشر في هذا التحدي المساء الجميل، وشوط الختام ينطلق بتحدي وإثارة على مدار 8 كيلومتر، والزميل سعيد بن سالم المالكي يصف لكم مجريات شوط الختام. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الحفل الكريم، شكرا للزميل سلطان السعيدي. تتواصل التحديات والانطلاقات من هنا من أرضية ميدان الشحانية، ميدان التحدي لسباقات الهجن العربية الأصيلة في أمسية جميلة، أمسية استثنائية رائعة، أمسية سن الحيل والزمول، وهذه الأجواء الرياضية الجميلة التي يشهدها ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير، مهرجان سيف أمير البلاد المفدى حفظه الله تعالى. إذا مشاهدين الكرام، شوطنا 12 ينطلق، شوط الختام، في ختام هذه الأشواط المسائية وأشواط العمالقة ينطلق شوطنا 12 الخاص بالحيل، شوط يحمل لنا في طياته العديدة من الأسماء والشعارات المميزة الكبيرة الحاضرة في هذه الانطلاقة المميزة والكبيرة. الكل يطمح بانتزاع نقطة ذهبية في هذا المهرجان الكبير، الكل يطمح أيضا بانتزاع نقطة مسائية مميزة هنا في أرضية ميدان الشحانية، ميدان التحدي لسباقات الهجن. نسير مع شوطنا 12، نسير مع هذه الأسماء المميزة مباشرة مع المركز الأول، الصدارة نشوة بيشان بن محمد بن فهيد الرزق العجمي يقدم لنا شعاره وتحدياته الأولى من خلال تواجد نشوة مع المركز الأول، بينما المركز الثاني تتواجد النهضة مظفر بن محمد بن خموشة العامري يقدم لنا نشوة القادمة مع المركز الثاني في هذه اللحظات. بينما أتابع الدخول اللي دخلت في هذه اللحظات، اللي دخلت مشاهدينا الكرام في هذا الانطلاق المميز والكبير، هنا من تتواجد في هذه اللحظات اللي هي سمحة حمد بن عامر بن حمد بن عفصان المنصوري يقدم سمحة من غيرت في هذه اللحظات واستلمت زمام الأمور. مشاهدينا الكرام، نتابع المركز الرابع القادمة، هنا أنذار محمد بن حمد رعشيجة العامري يقدم لنا أنذار من تتواجد على مستوى المركز الرابع. والمركز الخامس القادمة هنا محنة محمد بن سلطان بن مرخان الكتبي يقدم لنا انطلاقة محنة مع المركز الخامس. هكذا هي الخمسة الأسماء الأولى المتقدمة في مسار هذا الشوط، الخمسة المراكز الأولى الحاضرة في هذه الانطلاقة الرائعة والجميلة. مشاهدين الكرام، إذا أول ندى للخمسة المراكز الأولى أذعناه على مسامعكم، ولكن لنا عودة إلى صدارة الشوط، لنا عودة إلى المركز الأول، إلى البداية. صدارة الشوط هنا القيادة مع ابن عفصان يقدم لنا اندفاعة سمحة مع المركز الأول، حمد بن عامر بن حمد المنصور شعار بن عفصان يتواجد من خلال حضور سمحة مع المركز الأول مع البداية. بينما المركز الثاني يتواجد أو تتواجد هنا نشوة بيشان بن محمد بن فهيد الرزق العجمي يقدم لنا انطلاقة نشوة من تتواجد مع ثاني الأسماء في هذه اللحظات بشعار بن بيشان مع المركز الثاني. بينما المركز الثالث شعار الصعب يتواجد من خلاله أيضا تقدم وحضور محنة مع المركز الثالث، محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي يقدم محنة في مسار هذا الشوط مع المركز الثالث. المركز الرابع شعار العملاق العيناوي حاضر متواجد مع انطلاقة النهضة القادمة والمنطلقة مع المركز الرابع، ظفر بن محمد العامري هنا يتواجد أيضا في هذه اللحظات، ينطلق راعي صوغة وشعاره المميز يتواجد مع النهضة مع المركز الرابع. بينما أتابع الدخول والقدوم في هذه اللحظات مشاهدي الكرام من حقل من تصل بشعار الأنيق ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند الذي يقدم هذه الأسماء، يقدم هذه النوعيات المميزة والكبيرة التي يمتلكها الأنيق ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند مقدمة لنا انطلاقة حقل مع المركز الرابع في هذه اللحظات. ولكن شوف الاسم اللي قادم، شوف الاسم اللي وصل هنا حفلة تصل في هذه اللحظات، سالم بن سعيد بن منانة الاكتبي يصل المتحدي أيضا وشعاره يقدم حفلة في مسار هذا الشوط في هذا الحفل المسائي الجميل. مشاهدينا
متابعينا الكرام، خماسية مميزة، خماسية ذهبية رائعة تحضر هنا في الكادر العلوي من قناة الريان الفضائية، حاضرة في هذه الانطلاقة المميزة والكبيرة ما شاء الله. هنا مشاهدين الكرام أسماء وشعارات كبيرة حاضرة صالت وجالت في هذا العالم الساحر، عالم رياضة سباقات الهجن العربية الأصيلة. العودة إلى صدارة الشوط، إلى المركز الأول، نعود إلى البداية، إلى الصدارة. هنا المركز الأول بن عفصان يقدم لنا سمحة مع صدارة هذا الشوط، مع المركز الأول، مع البداية، مع الصدارة تتقدم سمحة. حمد بن عامر بن حمد بن عفصان المنصوري مقدما لنا سمحة مع الصدارة، هي القائدة، هي التي تقود الأسماء، هي التي تتربع على عرش الصدارة، حاضرة في مسار وتحديات هذا الشوط. بينما المركز الثاني، المركز الثاني تتواجد نشوة بشعار بيشان بن محمد بن فهيد العجمي، أيضا حاضر بشعاره المميز وشعاره الجميل ممثلا لأبناء المملكة العربية السعودية في مسار هذا الشوط. بن بيشان يقدم أيضا الأسماء المميزة، يقدم الانطلاقة الرائعة والجميلة بهذا الشعار المميز والشعار الكبير، شعار بن بيشان الحاضر المتواجد على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث القادمة، هنا حفلة بشعار المتحدي سالم بن سعيد بن منانة الاكتبي، يقدم المتحدي أيضا اندفاعة جميلة مع انطلاقة حفلة الحاضرة في هذا المسار ممثلا لأبناء زعبيل في هذه الأمسية التراثية الجميلة، حاضرا في هذا الانطلاق الرائع والجميل. بينما المركز الرابع قادمة، هنا النهضة بشعار أيضا مظفر بن محمد العامري، حاضر راعي صوغة شعار العملاق العناوي يتواجد، ينطلق هنا مع النهضة الحاضرة في مسار وتحديات هذا الشوط، حاضرا بشعاره المميز بشعاره الكبير، من يتواجد مع المركز الرابع والمركز الخامس القادمة في هذه اللحظات، من تتواجد مشاهدينا متابعينا الكرام. هنا القدوم من شعار المسند، هنا من خلال تقدم حقل القادمة، حقل بشعار ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند الأنيق، دائما يقدم أيضا حقل، يقدم الأسماء المميزة، يقدم الانطلاقة الرائعة، ولكن الجانب الآخر يحمل لنا اسم مميز. هنا القادمة مشاهدين الكرام، من تصل في هذه اللحظات القادمة من الجانب الآخر، قادمة هنا عوايد مشاهدين الكرام بشعار محمد بن سريع بن حطاب الكعبي، يصل أيضا يقدم لنا عوايد، يقدم شعاره المميز هنا من خلال تقدم عوايد. هكذا هي الأسماء مشاهدين الكرام، الأسماء المميزة، الأسماء الحاضرة في مسار وتحديات هذا الشوط. ولكن نعود إلى الصدارة، إلى المركز الأول، إلى البداية، صدارة الشوط. هنا القيادة مع سمحة، سمحة 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 مع المركز الأول، بن عفصان، بن عفصان يقدم لنا سمحة مع صدارة هذا الشوط، مع المركز الأول، مع البداية. إذن سمحة مشاهدين الكرام مع الصدارة، مع المركز الأول تقود الأسماء الأولى بشعار حمد بن عامر بن عفصان المنصوري مقدما لنا انطلاقة سمحة. لمن شوط الختام، ختام هذه الأمسية، من بين هذه الشعارات، من بين هذه الأسماء الحاضرة في هذه الانطلاقة المميزة والكبيرة، يا سلام، بن عفصان يقدم سمحة مع صدارة هذا الشوط، تقود ما شاء الله هذه الأسماء، تقود هذه الكوكبة من الحيل الحاضرة في هذه الأمسية التراثية الجميلة. بينما المركز الثاني تتواجد حفلة بشعار سالم بن سعيد بن منانة الاكتبي، المركز الثالث وصول اسم جديد، وصلت انذار محمد بن حمد العشيجة العامري، حاضر أيضا في هذه اللحظات يقدم منذار في مسار هذا الشوط. المركز الرابع وصلت الفائزة حميد بن محمد بن حمد بن معيوف العويسي، يصل في أول نداء أحد أبناء السلطنة الحاضرين في هذا المسار المميز والكبير، يا سلام. المركز الخامس، مرحبا بشعار صايد الرموز، يصل في هذه اللحظات يقدم لنا انطلاقة العنود، منصور بن محمد بن منصور الخيارين، يصل شعار الخيارين يقدم العنود الحاضرة في هذه الانطلاقة
الرائعة والجميلة. يا سلام يا سلام، شوف الأسماء شوف الأسماء، الكل بدأ يقترب، الكل بدأ يقترب، ونحن نقترب مشاهدينا متابعينا الكرام، نقترب شيئا فشيئا من كيلو المتر الأخير هنا بقيادة أيضا مشاهدينا الكرام سمحة، سمحة مع المركز الأول، سمحة مع البداية، مع صدارة الشوط حمد بن عامر بن حمد بن عفصان المنصوري. نعم هنا تقود الأسماء يرة الشوط منذ البداية حتى هذه اللحظات، بوابة الكيلو متر الأخير، الكيلو الخطير مشاهدينا متابعينا الكرام بقيادة سمحة حمد بن عامر بن عصان المنصوري، ولكن الفائزة حميد بن محمد بن حمد العويسي يقدم الفائزة، شعار صايد الرموز من الجانب الآخر يقدم الانطلاقة أيضا العنود منصور بن محمد بن منصور الخيارين، ولكن شعار راعي صوغة بدأ يقدم النهضة مظفر بن محمد العامري. الله يا سلام، وصل شعار الصعب يقدم الانطلاقة محنة محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الكتبي قادم مع المركز الرابع المركز الخامس. شوف الأسماء، شوف الاسم القادم من الجانب الآخر، شعار بن حماد بن حماد أيضا يقدم لنا شعاره مع انطلاقة شواهين، شواهين القادمة أيضا هنا مشاهدين الكرام، مانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي، ولكن الصدارة المركز الأول، البداية الصدارة، النهضة النهضة مع الأمتار الأخيرة. الله يا سلام، البداية المركز الأول، رباعية مميزة، عوايد قادمة بشعار محمد بن سريع بن حطاب الكعبي، ولكن الصدارة الصدارة بن خموشة بن خموشة مع الأمتار الأخيرة، مع النهضة النهضة الأمتار المجنونة، عوايد قادمة ولكن خلاص، سلام عيناوي سلام مع الأمتار الأخيرة، سلام العين سلام سلام زاخر على هذا الأداء المميز. تهانينا لراعي صوغة مظفر بن محمد العامري على هذا الفوز والانتصار، تهانينا على انتزاع النهضة ناموسي هذا الشوط. المركز الثاني كان الوصول 12 من عوايد محمد بن سريع بن حطاب الكعبي، والمركز الثالث 16 الثالث كان الوصول من حقل لناصر بن عبد الله بن احمد المسند، والرابع 6 المركز الرابع محنا محمد بن سلطان بن مرخان الكتبي، والمركز الخامس المركز الخامس وصلت ايضا سمحه لحمد بن عامر بن حمد العفصان المنصوري. تابعنا هذا الشوط ولكن كان الحضور المميز والكبير مشاهدين الكرام من النهضة بشعار راعي صوغة، من قدم لنا النهضة، من خطفت الناموس والانتصار وهدلت السلامات إلى أبناء دولة الإمارات وأهالي العين. تهانينا للوالد مظفر بن خموشة العامري وأنجاله الكرام على هذا الفوز والانتصار. التوقيت الزمني 12 دقيقة 30 ثانية 42 دقيقة من الثاني. تهانينا والناموس المركز الثاني كان الوصول من عوايد اللي ما قصرت أيضا في هذا الشوط 12 دقيقة 31 16 جزء من الثاني. تهانينا لمحمد بن سريع بن حطاب الكعبي، بينما المركز الثالث كان الوصول من حقل من لناصر بن عبد الله بن احمد المسند 12 دقيقة 32 21 جزء من الثاني. تهانينا والناموس لناصر بن عبد الله بن احمد المسند. تهانينا والناموس للجميع. إذا مشاهدينا متابعينا الكرام، إذا بعد لحظات سوف يتم تتويج الأخوة الفائزين برموز سن الحقائق واللقاء.